اتفرجوا يا جماعه يا حمال ليكم، عاونونا خذوا الامور بجديه، عاونونا يا حمال ليكم، اتفرجوا ما تجمعوش، احترموا مسافه الامان، حاجه في صالحكم وفي صالح الدوله الجزائريه يا حمال ليكم. تواصل مصالح أمن ولاية ميلا عملياتها التوعوية والتحسيسية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. من خلال هذه العمليات التوعوية والتحسيسية يتم إطلاق رسائل عبر مكبرات الصوت المثبتة على سيارات الشرطة، ومن خلال هذه الدوريات وهذه النقاط الثابتة يتم توعية المواطنين بعدم التجمع يعني بكثرة داخل هذه النقاط ونقاط بيع المنتوجات الغذائية سيما السميد، وتوعية المواطنين الوافدين على تلك النقاط إذا عدم التجمع لفترة طويلة في ذلك المكان. مصالح الأمن الوطني دائما تبقى في الواجهة وتبقى دائما في الصفوف الأولى رفقة المصالح المعنية والمصالح الوقائية من أجل إضعاف انتشار هذا الفيروس وإطلاق الرسائل التوعوية في كل مكان وفي كل زمان، على أن تتواصل هذه العملية التوعوية إلى أن إن شاء الله يختفي هذا الفيروس.